جينا من بغداد، أنا استلمت الفريق قبل 20 يوم، الفريق وضع البدني غير جاهز، لكن الحمد لله والشكر عملنا أسلوبنا التكتيك الدفاعي ونعتمد على الهجمات المرتدة، قرينا نقاط القوة والضعف لفريق جزر القمر، الحمد لله والشكر توفقنا، ولولا استغلال الفرص لو مستغلين الفرص كان المباراة انتهت أكثر من هدفين، لكن احنا الحمد لله والشكر هدفي الرئيسي أنه نخوض مباريات أكثر، لأنه بعد بطولة كأس العرب راح ندخل في تصفيات آسيا. أولا الحمد لله والشكر حققنا 3 نقاط وحسمنا التأهل للدور القادم، وكانت المباراة صعبة يعني من ناحية البدنية ومن ناحية المهارية، جزر القمر يمتلك كل مهارة هجومية وإحنا استغلنا الفرص.